هنتعلم مع بعض في الفيديوهات اللي جايه ازاي ببساطه نقرا اشعه اللامبوسك في السباين وازاي نعلق عليها وايه اهم النقط اللي المفروض ناخد بالنا منها. في منظرين مشهورين في اللامبوساكرا الاكس راي، هما المنظر الجانبي اللاترال فيو وده الاهم، ومنظر امامي خلفي الانتروبوستيريور فيو وده اقل اهميه. ويمكن اهميه الانتروبوستيريور فيو اننا بنشوف فيه لو في ابنورمالتيز في الكيرف زي مثلا لو في سكوليوز. اهم النقط اللي بنعلق عليها في اشعه اللامبوساكرا السباين 6 نقط، هما رقم 1 النمبر اند شيب اوف ذا فيرتبري، يعني بنشوف عدد الفقرات وهم 5 فقرات قطنيه 5 لمبر فيرتبري، والفقرات العجزيه 5 ساكرال فيرتبري، فقرات ملتحمين 5 فقرات ملتحمين مع بعض فيما يعرف بالسكر. وكمان بنعلق على شكل الفيرتبري، هل هو طبيعي نورمال شيب ولا في ابنورمالتيز. رقم 2 الالاينمنت، هل في ميل الالاينمنت يعني في فقره متزحلقه عن مكانها. رقم 3 اللمبر لوردوزس، بنشوف هل اللمبر كيرف بريزيرفد ولا لوست. رقم 4 البون دنسي، هل هي نورمال ولا ديكريزد يعني في اوستيوبينيا او اوستيوبيروزس ولا انكريزد يعني في سكليروز. رقم 5 الانترفيرتبرال ديسك سبيس، هل طبيعي ولا ضيق. رقم 6 هل في بوني اوفر جروس يعني في مثلا اوستيوفايت او سيندوسموفايت. اغلب النقط دي بنشوفها في اللاترال فيو، عشان كده قلنا ان هو الاهم على الانتروبوستيريور فيو، وان شاء الله هنتكلم قدام بالتفصيل عن كل نقطه من النقط دي. وزي ما احنا شايفين قدامنا على اليمين صوره نورمال لامبوساكرال سباين لاترال فيو، وعلى الشمال صوره انتروبوستيريور فيو نورمال برضو لامبوساكرال سباين. في حاجه ممكن نعرفها بالمره في الانتروبوستيريور فيو، شايفين التو بيديكلز زي العينين وبينهم السباينس بروسس زي الانف، ده المنظر الطبيعي لكن ممكن يحصل فيهم تاكل في بعض الحالات هنتعرف عليه بالتفصيل في مكانها ان شاء الله.